في العاصمة الفرنسية باريس، شدد الرئيسان الفرنسي إيمانويل ماكرون والأمريكي دونالد ترامب خلال محادثة هاتفية على ضرورة العمل على رد مشترك في حال وقوع هجوم كيميائي في سوريا. وقد جاء هذا الموقف عقب اتهام واشنطن لدمشق بالتخطيط لشن هجوم بالأسلحة الكيميائية، محذر الرئيس بشار الأسد بأنه سيدفع ثمنا باهظا في حالة حدوث ذلك.